استضاف نادي سوران حلبجة نادي زاخو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الكردستاني لكرة الصالات للسيدات، وتعادل الفريقان بهدفين بعد مواجهة قوية والحصول على نقطة واحدة، ويتقدم نادي زاخو بفارق الأهداف على نادي سوران حلبجة وفي رصيدهم 7 نقاط. أول شيء الحمد لله على كل حال، أكيد نتيجة غير إحنا ما راضين عليها طبعا. مباراة كانت صعبة، اللاعبات شوي كان عندهم تعب طريق وكذا، فالنتيجة احنا ابد ما راضين عليها، وان شاء الله راح نشتغل على الموضوع. صح احنا متصدرين حاليا ب7 نقاط وبفارق الاهداف، لكن احنا ما راضين على النتيجة، وان شاء الله راح نشتغل افضل بالمرحلة القادمة ان شاء الله. احنا نعرف نادي حلبجة عندهم لاعبات قويات بدنيا جسديا، المنظومة الدفاعية كانت جيدة جدا، الاعتماد على اللاعب رقم 11، ف حسابيا كنا متوقعين الفوز بصراحة، لكن الحمد لله على كل حال قدموا مستوى كبير نادي حلبجة، وكل الاحترام والتقدير لهم طبعا. والله ممكن احنا نفكرهم بالأداء أكثر، لأنه حاليا ممكن نتصدر وناخذ نقاط، بس ممكن بعد المرحلة القادمة والمربع الذهبي إن شاء الله راح نواجه أندية أقوى، فاحنا نحتاج الأداء، تحسين الأداء، تصحيح الأخطاء، احنا نحتاج هاي الأمور صراحةً.